وفيما يتعلق بقضية اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في البحار، كشف أصدق أن ماليزيا وبنغلاديش تضغطان على حكومة ميانمار لإعادتهم إلى بلادهم. ماليزيا وبنغلاديش لها سياسة واضحة أن لهذا الناس يجب توطينهم في أراضيهم. لو فتحنا المجال لا بقيت الساحة مفتوحة وخالية، وبالتالي قد مشينا في سياسة ما يطلبها الحكومة الميانمارية. وبالتالي على هذا الأساس فإن ماليزيا وبنغلاديش لم يستقبلوا، ليس لأسباب سياسية أو لدواعي إنسانية بقدر ما أن يريدون أن يوطنوا هؤلاء الناس في أرضهم. وبالتالي على المجتمع الدولي ومن خلال قناتكم التي هي مشكورة وسباقة لهذا اليوم التضامني، يجب على الكل أن يوعي بهذه القضية، يجب أن يعمل على توطين هؤلاء الناس لأنهم هم ميانماريين قح. وعن تصوره لحل الأزمة قال أصدق أنه على الدول الإسلامية والمنظمات الإنسانية بذل المزيد من الجهود لوضع حد لهذه المأساة. يجب تكاتف الجهود ويجب تكاتف الجميع، ولا يعني يحقرن أحد معروف ولو بمقالة أو بمداخلة أو بموقف سياسي. فهذه الجهود هي التي تخلق الرأي العام وهي التي توجه نحو تفعيل هذه القضية.